كنت عايشة في أوضة على السطح والمطر كان بيغرقنا. بنتي كانت بتعمل حمام في حلة علشان ما تتكهربش، لكن في المحنة بتيجي المنحة وكرم ربنا وعوضه ما كانتش متخيلة. اللي حصل مع رانيا محدش يتوقعه، تدابير ربنا غيرت حياتها 180 درجة. تعالوا نشوف ايه الحكاية. ربت منزل اسمها رانيا شاركت قصتها اللي تقشعر لها الأبدان، معاناة سنين وصلت لأكتر من 15 سنة، لكن فرج ربنا ورحمته بيهم جت في الوقت المناسب بسبب سعي وصبر رانيا اللي مكافأة ربنا عليها كانت كبيرة وفوق كل حساباتها. بتحكي رانيا قصتها اللي بدأت بمعاناة وقالت في منشور على واحد من المجموعات الشهيرة: أنا اتجوزت في شقة برة وجوزي عمل حادثة، نقلت أقسم بالله العظيم في نص أوضة على سطح بيت عيلة جوزي، كنا بنمشي موطيين، كان السقف كراتين، عفشي باظ من مية الشتاء، ويوم ما كملت أوضة وسقفتها خشب كانت الفرحة مش طايعاني، بس كنت في الشتاء وأنا في الشارع لوحدي، لما كانت الدنيا بتشتي الأوضة كلها بتبقى مكهربة. والله العظيم كنت بخلي بنتي تعمل حمام في حلة بسبب الحنفية مكهربة من خوفي عليها. 15 سنة معاناة لحد ما كريت حاجة اسمها شتاء، كنا بننام وحاطة فوقنا طشت علشان المية ما تنزلش على المراتب، وقوم لقينا غرقانين مية. حياة رانيا فضلت على النهج ده، لكن كان دايما سلاحها الصبر والكلمة اللي على لسانها ما داقت إلا ما فرجت. وبدأت تفكر رانيا إزاي تقدر تساعد أسرتها، إزاي ممكن تسعى اكتر من كده. وهنا ربنا الهمها فكرة الشغل وكأنه بيوصل لها رسالة: اتعبي وانا هقف جنبك وحقق لك كل اللي انت عاوزاه. فعلا رانيا بدأت تشتغل لحد ما حولت حياتها 180 درجة. بتقول رانيا عن تجربتها: نزلت اشتغل وبقيت اعمل جمعيات واشتريت شقة قسط وعفش مستعمل والاجهزة اللي كانت ناقصاني. ما كانش عندي مطبخ، يمكن مطبخي اصغر مطبخ في العالم، متر ونص في متر ونص، بس حاساه اوسع من الدنيا كلها عليا. ربنا رضاني واكتر ما كنت بحلم بشقه كبيره ورضاني بنتي. رانيا وجهت رساله لكل الناس انهم يستفيدوا من تجربتها، وازاي ان مهما الدنيا كانت ضيقه معاك والحياه مش الطف حاجه، لازم يكون عندك حسن ظن في الله وانه هيكبر خاطرك. مش بس كده، لكن كمان انك ما تبصش لرزق غيرك ولا لحد غيرك، بص لنفسك وبس. وقالت رانيا في منشورها: عمري ما بصيت لحد ولا قلت يا رب اشمعنى انا في الذل ده، ربنا دايما بيعوض باكتر من اللي نفسنا فيه. لو تقدري انزلي اشتغلي وحققي كل اللي نفسك فيه وناقصك. منشور رانيا حقق انتشار كبير على منصات التواصل في الساعات اللي فاتت، وتفاعل معاه رواد السوشيال ميديا اللي اشادوا باللي عملته رانيا ورحله كفاحها، وقالوا في تعليقاتهم: انت مثال مشرف للمراه المصريه وتستاهلي جايزه تشجيع كمان، انت اجدع من مليون راجل وشرف لينا ولبلدنا كلها، ما شاء الله عليكي، انت مثال مشرف بجد للست المصريه ولاي ست. فعلا الرضا بالمكتوب عباده، ولما الانسان بيرضى بقضاء الله ويخضع لاختباره ربنا بيرضيه ويرضينا كلنا.